أسعد الله أوقاتكم مشاهدين نشرتنا ليوم الثلاثاء 22/12/2015. بالأمس ازدادت السحب في ساعات الليل على الخليج العربي والمناطق الشمالية من الدولة، وكان الطقس غائما جزئيا بوجه عام. وقد تشكل الضباب الخفيف صباح هذا اليوم على بعض المناطق الداخلية. أما الطقس الحالي فتشير صورة الأقمار الإصطناعية أنه ما زالت السحب متواجدة على المناطق الشرقية والشمالية من الدولة. وننتقل معكم إلى الطقس المتوقع، حيث تشير الخارطة السطحية المحللة إلى وجود امتداد منخفض جوي من الشرق مع وجود مرتفع جوي من الشمال الغربي، تصاحبه رياح شمالية غربية معتدلة إلى ناشطة السرعة خاصة على البحر، قد تكون مثيرة لبعض الغبار والأتربة على المناطق الداخلية. ويكون الطقس بإذن الله غائما جزئيا، وتزداد كمية السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة، وتزداد الرطوبة النسبية في آخر الليل والصباح الباكر، وقد يتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والغربية من الدولة. وبالنسبة مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، في الساحلية في بداية العشرينيات، وفي الداخلية في أواسط العشرينيات، بينما في الجبلية ما دون العشرين. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي. مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدمين إلى 4 أقدام قرب الساحل، ومن 4 إلى 6 يصل إلى 8 أقدام بالعمق. أما بالنسبة لبحر عمان فهو متوسط إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح ما بين قدمين إلى 3 يصل إلى 4 أقدام قرب الساحل، ومن 4 إلى 6 يصل إلى 7 أقدام بالعمق. طقس الغد صحو إلى غائم جزئي، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على بعض المناطق، والبحر مضطرب في الخليج العربي وبحر عمان. أترككم مشاهدينا مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة. حفظكم الله أينما كنتم، وفي أمان الله.